والكشير بدأ تيمي دلزبر الإنجليزي لعب لبريستول سيتي الإنجليزي لتوينتي الهولندي قبل أن ينتقل لدينامو موسكو الروسي في عام 2008. كرة طويلة في الأمام على داخل منطقة الجزاء، خروج من مارك شوارزر لكنه متأخر وتعود كورية والتسديد جول 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 جول. هدف أول للمنتخب الكوري، هدف في الدقيقة 24. جول جاشول، جول جاشول يسجل هدفه الثالث في المسابقة.